أهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، والبداية مع أبرز أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. الدكتور ريهام يعقوب آخر ضحايا فرق الموت، ناشطة عرفت بمشاركتها الفاعلة بتظاهرات البصرة منذ عام 2018، تقضي نحبها على يد الميليشيات المجرمة. 50 مترا فقط كانت تفصل مكان الاغتيال عن مفرزة للشرطة ودوريات المرور والنجدة في التقاطع القريب، حينما هوجمت سيارتها وأمطرت بوابل من الرصاص، كما سنشاهد أثار الهجوم في المقطع التالي. ريهام يعقوب وجهت رسالة إلى العراقيين، إذ قالت: إذا تكاتفنا وصبنا يدا واحدة لا أحد يستطيع الوقوف بوجوهنا، بضغطنا واستمراريتنا نصنع التغيير. قتلوها قبل تحقيق حلمها، وعلى الباغي تدور الدوائر. دعونا نتابع رسالة الراحلة الناشطة الدكتورة ريهام يعقوب. نسوان اذا ما نوقف لانفسنا والله نروح بالحضيض، والدليل هسه احنا طالعين، من وقف لنا؟ شنو الامور اللي اتخذوها؟ شنو الاجراءات؟ مو قبل يومين يقولون المشاغبين؟ شوفي انا تعمدت، انا عندي صفحه عامه 25,000 متابع، تعمدت يوميا اطلع الصبح اسوي بث مباشر حتى اقول لهم يابا البصره ما احترقت، المتظاهرين ترى ما دمروا شيء، لا تصدقون الحكي، لان يعني الطبيين مشاغبين حرقوا ودمروا لاجل تدمير البصره، لاجل حرق البصره، لاجل احنا لازم نوصل صوره صح. احنا طلعنا باحترام، طلعنا من اول يوم باحترام، ما تجاوزنا بس انه البنات يثقون بي ويحبوني ويعرفون الشيء جاي نسويه صح. فقلت لك انه انا ذكرت فيما سبق انه مجرد بوست واحد الساعه 11 بالليل نشرته امس، قلت لهم باكر بالاربعاء نتجمع نطلع تظاهره بدون اي سؤال بدون اي استفسار. شوفين ذول النساء قدامك، وعندي عشرات الرسائل يبكون يردون يجون ويشاركون، بس لا ابي يقبل لا زوج، ما حد يقبل. فاحنا طلعنا النساء اللي نقدر عليهم، وان شاء الله اذا اضطر الامر مستقبلا نطلع اضعاف اضعاف ذول النساء، بس حتى نقول انه ترى لا نساء ولا شباب ولا رجال بس راح يسكتون، الكل متاذي. لا والشبعان ما يحس بالجوعان مو صحيح، انا الحمد لله شبعان، بس جاي اشوف ناسي واهلي، اخوي، ابن عمي، ابن خالي، اختي، ذول من عندهم؟ احنا اذا تكاتفنا وصرنا ايد وحده صدقي ما حد يقدر يرقف بوجهنا، بس ان شاء الله وبضغطنا واستمراريتنا يصير التغيير. ماني اس نكون لحد الآن وصلنا صوتنا، أكو نساء بالبصرة مو بس شباب، ونغير ونسوي. ضمن حملات استهداف المتظاهرين أظهرت لقطات مصورة تداولها ناشطون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد إحدى المسعفات المتطوعات بعد إصابتها برصاصتين من مسدس كاتم للصوت ونجاتها من محاولة اغتيال على يد الميليشيات المنتشرة في العاصمة بغداد. دعونا نتابع هذا المقطع. هاي حاليا من ساحة التحرير بدأت عمليات الاغتيال. هاي هاي طلقتين ساحة التحرير، كلياتنا راح ننذبح الطريقة الإسلامية. أحمد صورة جيش عجم وياها، مسعفة ودكتورة ومرض عندكم ويا رحمن العباس، همين تابع للسفارات، تابع للاحزاب، تابع للدوله، تابع لغير جهه، جابت حياتها تتعب هاي المره الفقيره المغلوده. في السياق نفسه استهدفت الميليشيات منزل الناشط ايوب الخزرجي كذلك في العاصمه بغداد، وذلك من خلال اطلاق الرصاص بسبب امتلاكه حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي وهو مؤيد لثورة تشرين وفقا لناشطين آخرين. دعونا نتابع. شوفوا هاي هذا أثر الطلقة، هذا شوفوا يعني اطلاقة مباشرة، يعني اطلاقة مباشرة. هاي وحدة ناكة بيج صارت، وهاي وحدة فوق هاي الكاميرا، هاي مكسورة هي فوق هاي الكاميرا همين وحدة، وذني هاي اللي طبت منه أنا ما نفذت، ما أذنت إن البيت جوا ضربت هنا أنا بالسقف، وحدة بالبالكونة من فوق.
طبعا التحريض ضد الناشطين يجري من أعلى المستويات. نحن شاهدنا قبل يومين كيف يحرض رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس حزب الدعوة ضد المتظاهرين السلميين ويصفهم بالمخربين، وقال بأنه إذا استمر الحال على ما هو عليه فسوف ندخل إلى الفوضى وسوف نعتبرهم من الخارجين عن القانون. ريهام يعقوب الراحلة الدكتورة الناشطة، التحريض عليها كان منذ سنتين، يعني وكالة مهر الإيرانية وهي وكالة رسمية نشرت في عام 2018 مقالا تحرض فيه ضد الناشطين ومنهم الناشطة الراحلة الدكتورة ريهام يعقوب، ووصفتهم بأنهم من الذين يتعاملون مع القنصلية الأمريكية في البصرة. من التعليقات حول اغتيال الناشطة ريهام يعقوب واستهداف الناشطين في العراق، علق العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي. روسا سلمان قالت: شنو من بلد اللي كل مثقف وواصل واعي يقتلوه؟ يا رب رحمتك، ليش هيك العالم ما عندهم رحمة؟ شنو من بشر اللي هيك يقتلون بدم بارد؟ حسبنا الله ونعم الوكيل بيهم. وليش ساكتين لهسه؟ ليش ما حد يطلع يسوون حل يخلصون من هالشكولات الهمجية اللي حاكمة البلد؟ صفاء قال أو قالت: لا حول ولا قوة إلا بالله، شو وقت الله يخلصنا من هاي الميليشيات؟ شو وقت يرجع القانون هو اللي يحكم؟ قانون عراقي مو حكم دولة ثانية. حسبي الله ونعم الوكيل، وين يروحون من الله؟ وبشر القاتل بالقتل. أيمن علق وقال: أنا متأكد شركات الاتصالات مشاركة بهاي الجرائم لأن جاي تسمح للمجرمين يتجسسون على مكالماتهم، ومن خلالها جاي يعرفون مواعيد خروجهم من المنزل. مصطفى علق وقال: حسبي الله ونعم الوكيل، مع الأسف صرنا مثل المكسيك، مدينة بيد عصابات وتصفيات وانعدام القانون أمام المافيات، لكن الناس الفقرة طايحة بيها، هاي نتائج يقبضها شعب يصنع من العباد تيجان رؤوس يفتخر بهم. في ذي قار أحرق متظاهرو ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية صور رئيس حزب الدعوة نوري المالكي بعد الدوس عليها، مرددين هتافات منددة بالمالكي وسرقته لمقدرات العراق، وذلك ردا على تصريحاته المسيئة والمحرضة على استهداف المتظاهرين السلميين في العراق. دعونا نتابع هذا المقطع من ساحة الحبوبي في الناصرية. وفي نفس السياق تداول ناشطون في محافظة كربلاء مقطعا مصورا يظهر إلقاء صورة زعيم حزب الدعوة نوري المالكي على الأرض في أحد شوارع المدينة، فيما تزاحم أصحاب السيارات والمركبات للمرور عليها بمركباتهم ردا على تجاوزات نوري المالكي على متظاهري ثورة تشرين. فلنتابع. يابا من كربلاء، هذا المالكي، هذا المالكي الزبالة، يقولون رجل الدولة وهيبتها، هاي هيبة الدولة مالك. يبدو أن الميليشيات في كربلاء لم يرقها مهاجمة المتظاهرين لصور المالكي، حيث أقدمت على إحراق خيمتين في ساحة التظاهر في مدينة كربلاء. تابعة أو قال المعتصمون بأن دراجة نارية تابعة إلى عناصر الميليشيات قامت بإحراق هذه الخيمتين، مما أدى إلى خسائر دون وقوع خسائر بشرية. دعونا نتابع هذا المقطع. قبل شوية حطينا صورة المالك هنا، قمنا ندوس عليها بالسيارات، فاجوا الجماعة ما أدري جماعة المالكي على أساس يحرقون هاي الخيمة، ولحقوا عليها الشباب.
يلا مقاومين. يعني عندما يخرج المالكي وغيره من الطبقة السياسية ويتحدثون عن الحرية في العراق وعن الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي، نجد بأنه أي تظاهرة سلمية أو أي هتاف ضدهم يقابل بعنف في نفس اليوم أو في اليوم الثاني. دعونا نقرأ بعض التعليقات حول هذا الموضوع. حسين طارق قال: حزب اللغو، حزب الفوضى كما وصفهم. خالي قال أو خالي الوفاض قال: المالكي عراب القتل والاغتيالات. كرار قال: المالكي أنطاهم الأوامر وبشكل علني وصار يومين يحرض على القتل. صفاء قال: العراق بيد عصابات تسمى الأحزاب، ولا توجد سلطة في العراق أقوى من سلطة الأحزاب الحاكمة الفاسدة بأجنحتها العسكرية. إلى الواقع الصحي في العراق ضمن انهيار هذا القطاع الصحي في العراق والذي أثقل كاهل المواطن وزاد من معاناته. نشر أحد المواطنين مقطعا مصورا لمستوصف في محافظة كربلاء يخلو من الأطباء والإداريين، بينما يتظاهر جيوش من خريجي المجموعة الطبية في سبيل الحصول على فرصة عمل في المستشفيات لسد النقص والعجز بصفوف الكوادر الطبية. دعونا نتابع من كربلاء هذا المقطع. اي هذا مستوصف الطف، شوفوا ما اكون بشر. ولا هنا ولا هنا هذا دوامه يجي يهوس. وفي ظل التدهور الصحي المستمر الذي يعاني منه الشعب العراقي، مواطنون ينتظرون لساعات طويلة أمام مستشفى الصدر في محافظة النجف بغية الحصول على مسحة لفحص فيروس كورونا. المفارقة بعد نشر مقطع الفيديو الذي سنشاهده بعد قليل من قبل المحامي والناشط حميد عباس الشبلاوي، قام مدير دائرة صحة النجف رضوان الكندي بتوجيه شكوى، وتم إصدار أمر بإلقاء القبض بحق المحامي والناشط وتم إيداعه بالسجن. هذه الديمقراطية التي يتحدثون عنها. دعونا نتابع هذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. مناشدة إلى رئاسة الوزراء وإلى وزارة الصحة وإلى دائرة صحة النجف. هاي الناس تشوفونها ما جاي تدور تعيين ولا جاي تدور يعني حقوق بسيطة. هاي مجزرة النجف اللي موجودة، مستشفى الصدر اللي للساعة بالعشرة ما مداومين، وهاي الناس كلها جاي تسوي مسحات، وخيرهم اللي تطلع المسحة مالته بثلاث أيام، بين أسبوع وبين خمسة أيام يروح يلامس عدد هائل من الناس. ليش هاي أرواح الناس لعبة بديكم؟ وين تريدون توصلونا بهاي المرحلة؟ مستشفى بأكملها ما متوفرة بها أجهزة، ما جاي السيطرة الكوادر الطبية حتى تعالج المرضى، ما بها أي أجهزة أكسجين، أجهزة أكسجين إلكترونية أربعة، وطلع عندنا اللي موجودات كلهن تبرعات أصلاً مو من دائرة صحة النجف. ليش هيك أرواح الناس بلعبة بديكم؟ هذه مستشفى اللي موجودة مستشفى الصدر جاي ياخذون 150 مسحة ويمطون تعداد 400 و500 و600 أصابة. وين تروح هاي الأعداد ومين جاي يجيبوها؟ وين نريد نوصل؟ رئاسة الوزراء، دائرة صحة النجف، وزارة الصحة، هاي المجزرة لازم تنحل. هذا الموقف السلبي، هذا الاستهتار بحق المواطن لازم يتوقف. عيب عيب، المواطن النجفي لازم يكون محترم، المواطن النجفي ياخذ استحقاقه، ما جاي تستهين بيه. اللي يعرف نفسه مصاب واللي يعرف نفسه ملامس واللي يعرف نفسه مو ملامس، يعني الكل ما بيهم راح يكون سوى. وعلى هذا التحشيد باقين للساعة بالعشرة، لحد الآن ما جاري لهم مسحات، واسبوع كامل أو ثلاث أيام أو أربع أيام يلا تطلع نتيجة المسحة. عيب هاي التصرفات، انتبهوا للمواطن، والمواطن إلى ثورة قوية ما راح يسكت نهائياً.
أما التعليقات حول الواقع الصحي المتهالك في العراق، نقرأ بعضا من التعليقات على الفيسبوك. علي شبلي علق: هذه أعمال الجبناء الفاسدين، نستنكر هذا العمل الجبان، أنتم فخر للعراق وليس للنجف فقط، حفظكم الله. وهذه التعليق طبعا أو التعليق ردا على حبس هذا الناشط. علي جبار درويش قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وين بعد يوصل الاستهزاء بالمواطن العراقي؟ ألف تحية لك أخي العزيز المحامي حميد عباس. نزارة الطرفي قال: ما دام الوزارة تابعة لمقتدى الصدر راح تشوفون الأسوأ. عبد الله الغزالي قال: ستار الله سبحانه وتعالى ويا من تحكي. قبل 4 أيام حالة إنسانية في مستشفى المناذرة، وأجريت اتصال هاتفي مع مدير عام الصحة يدز لي رسالة أنا في اجتماع. مفردات الحصة التموينية اختفت وتلاشت بعد عام 2003 وانتهت تقريبا، اختصرت على مادة الطحين فقط خلال أزمة فيروس كورونا. أحد المواطنين العراقيين يتحدث عن تقصير وزارة التجارة والحكومة بخصوص البطاقة التموينية. دعونا نشاهد ماذا يتحدث المواطن العراقي. قسما بالله هذه وزارة التجارة وزارة مستهترة وللأسف ما لها ردات. يعني أزمة كورونا صالح لأربعة أشهر أو 5 أشهر ما أنطيتوا كمية فقط ما شهر أو شهرين، وشو أنطيتوا تمن كله قمل، بالله العظيم كله قمل وشكر بس، الدهن قليل، الطحين ماكو. يعني من بعد ما كانت 14 مادة للأسف اليوم المواطن ما جاي يستلم مادتين ومتقطعة. حس إذا ما تطول مواد غذائية أطول أموال المواطن. يعني مصطفى الكاظم وانت ما ضل الإصلاح، بس هذا القطاع ما سلطت الأضواء عليه. يعني ترى الناس جوعانة قسما بالله، 75% من الشعب العراقي ينتظر مواد غذائية. يعني انتم شنو جاي تشجعون مثلا القطاع الخاص؟ هاي هم صحة وتارسين مستشفيات أهلية، هاي هم مدارس وتارسين مستشفيات مدارس أهلية. يعني ما يصير كله خاص 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 خاص. زين انتم هسه حاسبتوا الأسواق، المحلات، التجارة، كل من جاي سعره بكيفه وبيع بكيفه. هسه لا انتم موفرين للمواطن يا حكومة ولا مطالبين للمواطن من خلال التجارة وسوق السوداء. سوق نار، وين ما تروح نار، ناس كثر الجوع جاي تناشدنا. مشهد آخر من مشاهد الفساد والإهمال الحكومي: مواطن يوثق بمقطع مصور سرقة مادة الطحين من قبل أحد الوكلاء في بغداد، كما قال في المقطع المصور الذي سنشاهده بعد قليل، ومن ثم بيعها في السوق السوداء بدل توزيعها على المواطنين. دعونا نتابع هذا المقطع. وإذا شاف نخاف من واحد بعض حوله الطحين، شوفوهم هذا الطحين مال المواطنين، الله شاهد، ودول بابنا قاعد، وانا عامر ابو سجاد، عامر حنيني زين، واليوم نشره حق الحسين، خلينا نشوف رئيس الوزراء زين. وهاي ما اعرف يا ناس فقره اللي جايتهم هاي الطحينه، شوفوها شفتوها اخوان، وهاي الوجوه مالتهم، هم دول عمال ايش بدهم، كيف جايبينهم خطيه. حسبي الله ونعم الوكيل على الناقل. لا يعرفون اسمي، ماكو واحد ما يعرف اسمي، ماكو واحد ما يعرف اسمي. وهذا بيت الله وصب بيت الله، شوفوا الحمد لله وش. أهلا بكم من جديد، وعبر فقرة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء ليصوروا ما يشاهدونه حولهم من أحداث على الساحة العراقية وإرسالها عبر خدمة أنت ترى. أهالي منطقة الإسكان الصناعي في ناحية الإسكندرية شمالي بابل احتجوا اليوم على تردي واقع التيار الكهربائي وانعدام الخدمات الضرورية، وطالبوا بتوفير جميع الخدمات للمنطقة وفتح الملاعب للشباب والاهتمام بمعاناة المواطن. دعونا نشاهد هذا المقطع الذي وصلنا عبر خدمة أنت ترى من محافظة بابل. الإسكان الصناعي، منطقة الإسكان قاعد تعاني من بدء الحظر 21/2 ولحد الآن مطبقة الحظر بالمضبوط، مطبقة الأوامر، مطبقة التعليمات، معزلين محلاتهم، قطع الرزق،
يجيك واحد تعال اقعد بالبيت او لا تطلع، وين يروح؟ وين يروح؟ شغل ماكو، فلوس ماكو، معلم عزله، تعال كل شيء لا تطلع تشتغل. الطرق الخارجيه المنطقه خلي يجون يشوفونها كلها مسدده. خوش يا اخوان سووا لنا شاره، احنا ما نريدها بال ما نريدها بالتوافي والمظاهرات، تحلونها حل سلمي ولا حلوها حل سلمي. اريد مدير ناحي موجود، اريد مدير الشرطه موجود، اريد المحافظ وكيل ماله يدز هاي المنطقه، منطقه يعني عددها بالثلاث ملايين، ثلاث ملايين عددها اسكندريه والاسكان كلها ضاله هاي الشباب متنفس لا لهم، الملاعب سادينها، المحلات سادينها، يعني والله 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 دوختونا دخنا. فهاي انذار، انذار الى محافظ بابل والى المسؤولين في بابل. اولا القانون يجب ان يكون موحد في كل بابل وفي كل العراق، هذا القانون يجب ان يطبق على الجميع. لو نعيش كنا سوا احنا بنفس السفينه، سفينه العراق، لو كنا تغرق وكنا نموت بها، لو ننجو كنا. ماكو واحد عايش سلطان وواحد عبد، انتوا خليتونا عبيد وانتوا سلاطين، فهيهات من الذله. احنا جايكم بالشباب، الشباب تبحث عن مستقبلها، لا خليتوا له مصادر ارزاق، لا خليتوا له مستقبل يتامل يعيش به، لا خليتوا له متنفس، لا خليتوا له تعيينات، لا خليتوا له خدمات. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدة مقطع مصور على أنه يظهر إلقاء جثث مصابين بفيروس كورونا المستجد من طائرة مروحية في المكسيك، لكن هذا الادعاء خطأ، والفيديو منشور منذ العام 2018 على الأقل قبل أكثر من عام على ظهور الفيروس، وهو يصور مظليين يقفزون من مروحية في روسيا. دعونا نتابع هذا المقطع أو الخبر المزيف. إلى فقرة البريد الوارد، حيث وصلتنا اليوم رسالة على البريد الإلكتروني لقناة الرافدين، جاء فيها: تعرضت الدكتورة هدى عبد الزهرة يونس أخصائية النسائية والتوليد إلى اعتداء من قبل إحدى الأشخاص أو أحد الأشخاص، حيث قام بطعنها بآلة جارحة في وجهها أدخلت على إثرها إلى صالة العمليات. نحن نستنكر هذا الاعتداء الذي طال أحد الملاكات الطبية العاملة في مستشفى الهاشمية جنوب بابل، والذي يعتبر تجاوز واضح على الملاكات الصحية، وهذا الأمر لا زال مستمر دون رادع قانوني أو مجتمعي. الآن إلى فقرة هاشتاج. تصدر وسم شهيدة الوطن ريهام يعقوب ترند العراق على تويتر بعد استشهاد الناشطة في تظاهرات البصرة الدكتورة ريهام يعقوب بهجوم للميليشيات استهدف سيارتها بالقرب من التقاطع التجاري وسط البصرة، الأمر الذي أدى لاستشهادها وإصابة ثلاثة سيدات برفقتها بجروح كان معها في السيارة. دعونا نقرأ التغريدات تحت هذا الوسم. نوال غررت وقال: شهيدة الوطن ريهام يعقوب سيخرجون غدا يندبون مقتل الحسين عليه السلام غدرا وظلما، سيتكلمون عن مظلومية الحسين وأيديهم ملطخة بدماء الشباب العراقي الذين تمت تصفيتهم غدرا وظلما أيضا. ماذا ستقولون لأولاد تحسين وأولاد ريهام؟ بأي ذنب قتلوا يا سفلة؟ عن أي حسين تندبون وعن أي مظلومية تتحدثون أيها المجرمون؟ مصطفى غرد وقال: تقتلون امرأة، هل أنتم من العرب؟ من شيمة العرب عدم قتل امرأة والتجاوز عليها؟ هل أنتم مسلمين؟ الإسلام يصون المرأة وكرامتها، من أي دين أنتم؟ من يحلل ذلك؟ حتى الوحوش الكاسرة لا تفعل ذلك، فاعرفوا إلى أي صنف تنتمون. أما أنت أيتها الدكتورة الشجاعة، ثمن الحرية والبسالة دم.
دكتور حسين قال باشر تشوف القاتل يدق زنجيل بالموكب، ويوم السابع من محرم يطبر، وبالعاشر من محرم يوزع قيمة، وبعدها يلبس لثام وياخذ مسدس وكاتم ويقتل باقي الناشطين. بس توضيح، هاي مو القضية الحسينية، هاي اسمها القضية الخمينية. الحسين عليه السلام بريء منكم ومن نفاقكم. انكيدو غرد البصرة حائرة تبكي على حسين، لو سارة، تحسين لو أم جنات، لو أحمد عبد الصمد وصفاء، لو ريهام، كسرة وظهر البصرة بطيحتهم شهيدة الوطن ريهام يعقوب. وبفقرة هاشتاج نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.